مباراه ريال مدريد وبروسيا دورتموند. الحقيقه مباراه كانت قويه جدا 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 على المستوى الفني، مباراه تليق بالنهائي الاوروبي. الحقيقه فريق دورتموند الحقيقه كان بدايه في هذه البطوله عمل مشوار اكثر من رائع، وكان في مجموعه ناريه كان فيها باريس سان جيرمان وكان فيها الميلان وبنفيكا، وقدر يطلع اول المجموعه وتواصل للانتصارات والمفاجات بالنسبه لدورتموند للوصول للمباراه النهائيه. لكن الحقيقه اصطدم بريال مدريد كمان. ريال مدريد خلال السنوات الكتيره اللي فاتت الحقيقه بيثبت انه عنده شخصيه البطل. والحقيقه كلمه شخصيه البطل دي اكيد سمعناها كتير الاسابيع اللي فاتت، واكيد مع فوز النادي الاهلي بالنجمه رقم 12 سمعنا كلمه شخصيه البطل. لكن تعريف شخصيه البطل يعني ايه؟ شخصيه البطل يعني بنتكلم عليها، ولكن تفصيلتها ايه؟ الحقيقه تفصيلة شخصية البطل مش هي بس الفريق اللي بيكسب النهائيات بشكل او باخر، لا، شخصية البطل الحقيقه ليها عوامل كتيرة جدا جدا، وليها اسس كتيرة جدا جدا، وليها رولز كتيرة جدا جدا، وليها طبيعة خاصة. الحقيقه لما بنتكلم على شخصية البطل بتتكلم على ريال مدريد، بتتكلم على النادي الاهلي، لان اعتقد ان الناديين دول اكتر ناديين فازوا بالقاب قاريه في على مستوى العالم. الصدفه الجميله ان ريال مدريد في هذه النسخه لم يهزم، الاهلي لم يهزم في نسخه دوري ابطال افريقيا، فالنادي الاهلي عنده شخصيه البطل وريال مدريد. لكن انا بقى عشت شخصيه البطل قدام فريق ريال مدريد، هوصف لكم اولا ازاي اللعيبه اللي بتلعب قدام ريال مدريد بيوصل لها احساس خفي كده ان الامور مهما احنا متفوقين. بروسيا دورتموند الشوط الاولاني اكتساح على مستوى الفرص، على مستوى الاستحواذ، يمكن كان في صالح استحواذ بالكوره بس ما بين قوسين كده لريال مدريد، لكن الفرص الخطيره جدا، اضاعه فرص غريبه جدا من بروسيا دورتموند. بدايه الشوط الثاني استكملوا هذا السيناريو، لكن عندهم ما زال عندهم احساس ان هم مش اصحاب هذه المباراة. لغاية الدقيقة 70 والأمور اتقلبت، أو 72 الأمور اتقلبت 180 درجة. فريق بروسيا دورتموند بيستقبل هدفين في 10 دقايق. هتقول لي أصل خطأ دفاعي، هتقول لي أصل استغلال فرص، كل دوت بيجي تحت شخصية البطل. شخصية البطل اللي بيمثلها ريال مدريد، كارفاخال بيحرز الهدف الأولاني، أنا بتكلم في جزئية، جزء من الثانية بيكون عدم تركيز، ريال مدريد بيستغل الفرصة بيجيب الهدف الأولاني، بعديها فينيسيوس الهدف الثاني وتنتهي المباراة. يعني مش هنقف عند ده كله لأنها أمور ديتيلز وتفاصيل صغيرة، لكن أنا بتكلم على الصورة قدام حضراتكم. شخصية البطل، شخصية الفريق الذي يحمل هذه الكأس الغالية جدا جدا وبطولة من أقوى البطولات في العالم، دي صورة من أمام فرصة، يعني فرصة تسجيل الهدف الأول لدورتموند، فرصة 100%، ده كانت في الشوط الأولاني. يليها بعض الفرص الحقيقة اللي دورتموند أهدرها بشكل غريب، طبعا فينيسيوس واحتفاله بالهدف الثاني. لكن معلش يعني الصور طبعا بتتلاقى، لكن عايز أتكلم، يا ريت بس ترجع لي، لأن الجزء اللي هتكلم فيه جزء مهم جدا لأنه مرتبط بشخصية البطل. كلنا بنتكلم عن النادي الأهلي، كل الناس مجمعة أن النادي الأهلي عنده شخصية البطل. ريال مدريد كل الناس، انا راجل كتالوني او بحب برشلونه، لكن يعني امنت يعني ان فعلا ريال مدريد عنده شخصيه البطل. شخصيه البطل زي ما بقول لحضراتكم انا عشتها من خلال بعض المواقف في حياتي الكرويه. يعني البايرن كان مكتسح طبعا وما زال، يمكن فوز ليفركوزن السنه دي بالدوري، لكن بايرن ميونخ هو شخصيه البطل في المانيا. لما بنلعب قدام البايرن وانا في الملعب، حتى لو متفوقين على مستوى الاستحواذ، حاسين ان احنا قريبين، حاسين ان احنا افضل، في جزء كده جوه اللاعب بيقول لا، ده بايرن ممكن جدا يكسب المباراه في اي وقت، ممكن جدا يكسب المباراه في اي وقت. وبالتالي هذا الاحساس كان متواجد مع فريق دورتموند، حسينا بيه انه متفوق على مستوى الاداء والفرص، لكن لسه لم يؤمن بداخله 100% انه قادر على الفوز. هذه هي شخصيه البطل اللي بتنعكس على المنافس. النادي الاهلي بينزل حتى لو الاداء الفني مش جيد، لكن المنافس قدامه حاسس بشخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل، انه ممكن جدا والنادي الاهلي مش احسن حالاته انه يفوز ببطوله كبيره، انه يفوز بالنهائيات، انه يفوز بهذه المباراه.
وزي ما بقول لحضراتكم دي تراكمات، يعني لما ترجع للتاريخ هتلاقي دي مقاومات اتحطت في زي ما بيقولوا كده ما بين قوسين جينات لعيبه النادي الاهلي على مستوى قطاع الناشئين، وانت صغير بتتعلم دوت على مستوى مش الاداره الفنيه بس، حتى الشغل الاداري لازم يكون على مستوى شخصيه البطل، بتقوم بدورك على اكمل وجه، وانك تحس ان انت لازم تعمل ده لانك النادي الاهلي، او انت لازم تعمل ده لانك انت ريال مدريد او 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 بايرن ميونخ. بتكلم على الفرق اللي عندها شخصيه البطل، وبالتالي هو موروث. العمليه مش صدفه، ما بين يوم وليله هيتخلق نادي عنده شخصيه البطل. الحقيقه دي موروث على مدار السنين من رولز، بتتكلم على قوانين معينه، بتتكلم على مبادئ ثابته، بتتكلم على روح جماعيه بتشتغل بشكل جماعي وليس على بشكل فردي، وده شيء مهم جدا جدا في الاداره، تشتغل على جزء مؤسسي. كل اللي بتكلم حضراتكم عليها النقط ديت تتوافر في الاهلي وريال مدريد الحقيقه، لان في الحقيقه انديه كثيره جدا في الدوري الاوروبي او في الشامبيونز ليج كان عندها اموال اكتر كتير جدا، وعندها لعيبه قد تكون على المستوى الفني اكتر او فرقه افضل، ولكن على مستوى شخصيه البطل بتتوفر في الريال. فبقول لحضراتكم انا عشت دوت، يعني لعبت مع بايرن ميونخ وجالي نفس الاحساس دوت، ان احنا مهما كويسين لا البايرن هيخلص، وفعلا كان بيخلص. وانا عندي لسه 21 سنه لعبت امام ريال مدريد في الكامب في مدريد، ولعبناه في نيوشاتل، وكان كان المباراه الثانيه الحقيقه احنا كنا كسبانين 1-0 في سويسرا، وكان الكابتن ابراهيم حسن كان احرز الهدف. المباراه الثانيه كانت في مدريد، فخرجنا الشوط الاولاني 0-0، ولكن حتى وانت خارج الشوط الاولاني 0-0 عندك احساس من جواك بيقول انه هيرجع الريال راجع، شخصيه البطل دي المباراه مش هتعدي، بالرغم ان احنا عندنا امال كثيره جدا، وفعلا بيتحقق. يعني الشوط الثاني يعني اكتسحونا 4-0، لكن زي ما بقول لك انا عايز انقل لحضرتك هو احساس اللعيب اللي بيلعب قدام شخصيه البطل بتبقى عامله ازاي. حتى لو عندك ثقه كبيره جدا في نفسك، عندك ثقه كبيره، ولكن دايما عندك جزء لا، الفرقه اللي قدامي دي ممكن ترجع في اي وقت، الفرقه اللي قدامي ديت قريبه انها تكسب المباراه حتى لو هي في اسوأ حالاتها. دي الجزء النفسي اللي بيلعب عليه شخصيه البطل، ويعني الحقيقه ظهرت بشكل كبير جدا جدا في مباراه النادي الاهلي في امام الترجي، وكمان المباراه اللي حضراتكم شايفين الاحتفالات، احتفالات لاعبي ريال مدريد والفوز رقم اعتقد 15 في مسيره الريال في الشامبيونز ليج الاوروبي، فرحه جميله جدا واحتفالات رائعه الحقيقه شفناها على مر اليومين اللي فاتوا، بدايه زي ما حضراتكم شايفين اللعيبه والشكل الرائع والفرحه الكبيره حقيقه. كما فينجا طبعا لعيب لم يتجاوز لسه 23 سنه وفرحته الكبيره جدا بدوري الابطال، وراء كورتوا طبعا بطل هذه المباراه الحقيقه رغم غيابه اكتر من 4-5 شهور للاصابه، لكن بيرجع بشكل اكتر من رائع. كل اللعيبه الحقيقه وزي ما بقول لحضرتك شخصيه البطل اللي بتطغو على اوروبا كلها الحقيقه دلوقتي، ريال مدريد انجازات، ريال مدريد بطولات، ريال مدريد رولز، ريال مدريد اداره، وده مهم جدا، الاداره الحكيمه الحقيقه لفريق ريال مدريد على مر التاريخ على مر السنوات الاخيره بتقول ان هم عندهم اداره محترمه جدا. حتى في موضوع هنتكلم فيه مع ناقدنا الرياضي احمد مجدي، امبابي خلاص مضى مع ريال مدريد، لكن عمليه الاداره وعمليه ان هم خلاص يعني رونالدو بيمشي ونجوم كتيره جدا بتمشي، ولكن استقطاب لعيبه على مستوى بلينجهام عنده لسه 20 سنه لعيب بيلعب في دورتموند، جيم كسر الدنيا واخد افضل لاعب صاعد في هذه البطوله، بتتكلم على كامافينجا، بتتكلم على لعيبه فينيسيوس، بتتكلم على يعني لعيبه كثيره جدا جدا، كريم بنزيما بيمشي، لكن تزال الامور مستقره جدا جدا على المستوى الفني وعلى المستوى المالي لفريق ريال مدريد نتيجه الاداره وحكمه الاداره، وهو دوت الحقيقه اللي بقول لحضراتكم عليه الموروث على مستوى شخصيه البطل اللي الحمد لله موجود على بلدنا هنا على ارض مصر، نادي اسمه النادي الاهلي يتسم بهذه الشخصيه.